ما شفناش. لما سألنا قالوا لنا لا هي موجودة هنا، لما خدناها وديناها دار احد الدور. هو بقى ده اللي بيفرقنا عن بسمة. بسمة بتنزل تاخد الحالة توديها عندها الدار. انا عندي 7 دور مشاريع مسندة تبع الوزارة موجودة في المحافظة، موضوع اشمل يعني واسع. بالإضافة تقدر تحدد ان انا ممكن برضو بتعاون مع البسمة. احنا على فكرة في تعاون مستمر معاهم، يعني احنا مش ممتاز من ده اللي سألت لا فيه. يعني هي طب دي كويس احنا جدا. بنشتغل باستمرار، وحتى بنتشارك الافكار، ولو في اي حاجة هما بيسألونا، ولو في كنت اي بتقولي كمان اللي بعد 18 في عزيز قوم ذل، اللي هو في كمان ناس يعني شهادات عالية، بكالوريوس، احنا في ممكن يكون عندنا دكتور. كانوا حالتين قريبين، في مهندس كان شيخ المهندسين في مصر هنا، وجالنا ان هو قدام جامعة القاهرة ونزلنا فعلا، بس نقابة المهندسين تدخلت في الموضوع واحنا ساعدناهم ان هم يدخلوه احد دور المسنين. لسه قريب امبارح او اول امبارح كان في صحفي كبير ومشهور، وتقريبا نزل من بيته جاله زهايمر، او هو عنده زهايمر، نزل ما رجعش. فاحنا حاولنا ان احنا ننزل ناخده وكده، وكان حتى دوت بالتعاون برضو مع فريق بسمه، بس طبعا اهله اتصلوا وقدروا يوصلوا لنا وخدوه في مكان في هل بيته. كل شيء متوفر يعني ببساطة انه بتقدر تتصرف بسرعة، ولا برضو بتتوقف عند حاجات معينة ما بتعرفش لا هو تتصرف انت معاها ازاي؟ بيتقابلك، يعني بص يعني احنا مثلا بيتقابلنا مواقف في الشارع ده زي ايه؟ بشكل عام، اللي هو الناس نفسها لما بتلاقي حد بيتعامل مع المشرد ممكن يتهجموا عليه يتعاملوا، بس احنا الحمد لله طبعا يمكن شويه بيفرق بيفتكروا عن مثلا ان هو جاي تجاره في تجارة اعضاء مش عارف ايه الكلام ده الحاجات دي. كله. هو يمكن شويه احنا بنفرق عن البسمه شويه، ان احنا معانا كرنهاتنا ومعانا خطوط سيرنا ومعانا كويس الكرنيهات اللي هي الحكوميه اللي بتقول رسمي. يعني يعني دي حصلت مره في فطبعا الهرم لو حد جاي يوقفكم بتبرزوا الكارديهات، بنبرز. مره فبتبقى الشرطه عايزهم العسكريه تكملوا وقفتنا في العباسيه، شغلكم. ولما شافوا طبعا خط سير واطمئنوا ان احنا طمنوا. حكوميين ايوه فساعدونا طب يعني. ده هو عظيم، الحمد ده لله يعني بيسهل الحمد كتير. لله.